مشاهدي قناة شوف تيفي، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء وقمة الألم وقمة المعاناة ديال هاد السيدة هادي اللي ما كتشوفش مقعدة طريحة الفراش كيف ما كتشاهدوا معنا. محتاجة المصاريف العلاج، محتاجة العملية، محتاجة بزاف ديال الأمور، ما عندهاش باش غادي تخلص الكرا مجموع عليها. حتى الراجل ديالها راجل مسن، راجل كبير، حتى هو ما كيقدرش انه يخدم، ما عندهم حتى شي واحد. محتاج لكم انكم توقفوا معاهم وتساعدوهم، محتاج لكم شيك بزاف ديال الامور خاصه هاد السيده هاد. السلام عليكم ملا، لا قولي لنا شنو المشكل ديالك وشنو النداء ديالك للناس المحسنين. السلام عليكم، شنو النداء ديالك للناس المحسنين؟ شنو المشكل اللي عندك؟ انا اولا كنشكر هاد الناس وكنشكركم نتوما، عيشتو عندي الله يجازيكم بخير ويطول عمركم. مرحبا اختي، الله يحفظكم. وكنقول هاد الناس الله يجازيهم بخير ويطول عمرهم ويشافيهم ويلا يكونوا بحالي. شنو وقع لك؟ انا وقع ليا تعميد وشديت الفراش، وقع ليا تسمم في رجليا، هو وقع لي التسمم في رجلي. انا ما كتشوفش. ما كتشوفش. اها وقع لي موتي تسمم في رجلي، درت العمليه. الله يكثر خير ومشي ناس وما درت العمليه في السبيطار وحيدوا لي داك التسمم، وبقى موتي داك الشيء. الميكروب تطلع لي موتي، تطلع لي موتي حشب البصر والبوله، ويطلع لي قال مع الطبيب دابا وخارج لي مويتي الدواء، والدواء مويتي خالي ما عندي باش نشري، وانا فاتحه وطاق بكرشي. يعني الدواء ما كتلقايش باش تشريه؟ الدواء ما كنلقى مويتي باش. دابا حاليا انت ما عندكش الدواء ديال هادشي هذا؟ لا ما عنديش الدواء مويتي، سالا لي مويتي الدواء، ما عنديش مويتي الدواء الصراحه يعني. وميتي ما كان يصرف علي، لا ما عندنا مويتي لا ولد لا بنت، مويتي اللي دق علينا الباب. كنا كامي رانا جيت عندنا كامي، لقيت على كامي الباب، كنت نشري لك كامي الدواء، بس كنت لقيت الجيرة الحمر هذا اللي طيب شي حاجة ولاد. يعني ما عندك حتى شي واحد في الدنيا غير هذا الزوج ديالك وكبير في السن؟ انا كبير عنده 78 عام، ما عندوش. وكان عندنا مي مشي نعطيوش امي تشد النداء، والله فموتي ما نعطيوش امي تشد. وكنطلب من عند الحباب، وكنطلب من الاصدقاء، وكنطلب خارج الوطن وداخل الوطن، كنطلب من عند الناس الممتنين الكويرية، الناس خارج الوطن داخل الوطن، كنطلب من عندهم يعاونوني. شنو بغيتيهم يساعدوك؟ شنو محتاجة؟ قلت لي ما عنديش حتى الأدوية، ما عنديش الماكلة. الأدوية هادي كوش هادي لا يخليك، البوشيط الخنشة اللي هي اللي في النصر عندي، يعني الكرا 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 شنو عضو الماء ما عندنا باش الماكلة، عضو الماء ما عندنا باش نخلصو الماكلة، ما عندنا باش ناكلو بنتي، ما عندنا تخلى بلا خبز وأتاي ونتغطاو مع ثلاجة اللي جات مع أمها ونقول الحمد لله والناس ان الكرشي على الشبعانة موتي، ما كتحش موتي من الكرشي انا. وكنطلب لك كنقول لكم هاد النداء اخوتي اخواتاتي المحسنين، الله يجازيكم بخير، الله يطول عمركم، والله يلقي الشكر من طريقكم، والله يخليس تلبيسكم على خير. انا كنتمنى لكم اي حاجه، كنتمنى لكم بالخير. لا لا، انت دابا مريضه محتاجه العمليه ومحتاجه للعلاج. العمليه ديالها اللي خاصك؟ انا العينين طلبوا لي بثلاثه المليون لمويتي. اها باش ترجعي تشوفي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. اها والعمليه اللي محتاجه العمليه خاصك عمليه وحده ديال العينين صافي. اي جاوبوا مزيد، جاوب التليفون. العملية ديالي والعملية ديالي. الناس قايزة ما تبداش كرشك، خليك اختي مغطية. محمد الله وشكرت. محتاجة حتى الأدوية ديالاش؟ الأدوية اللي محتاجة لهم؟ محتاجة الأدوية. أحيد الصوت أجي تسيدي غير جاوب. ديالاش الأدوية اللي محتاجة؟
محتاجة الأدوية دي. أها. ديال الميكروب. ديال الميكروب. أها. ميكروب. ومحتاجة. يعني هاد الأدوية ما كتلقايش باش تشريهم نهائيا. غالية أبوي. ديال الميكروب ميتي ديال النبولة غالية أبوي. لا لا النداء ديالك للناس المحسنين والرقم ديالك ديال التليفون شحال؟ 06 05 97 82 72. مشاهدي قناة شوف تيفي كيف ما كتشاهدوا معنا قمة الألم. هالسيدة كتعاني ما كتشوفش، فقدت البصر ديالها، محتاجة العملية ديال 3 مليون باش تقدر أنها تشوف، مقعدة، محتاجة المصاريف ديال العلاج. الله يجزيكم بخير، بارطاجيو هاد اللايف باش يوصل للقلوب رحيمة باش أنهم يقدروا أنهم يساعدوا هاد السيدة. كيف ما كتشاهدوا الظروف ديالها صعيبة، ما عندها حتى شي واحد، زوج ديالها موسين، ما عندها لا ولد لا بنت، ما عندها حتى شي واحد، يعني بغاتكم نتوما تكونوا وليداتها وتساعدوها. الرقم 06 05 97 82 72، الرقم 06 05 97 82 72، هذا هو الرقم ديالهم. وهنا مشاهدي قناة شوف تيفي كنشكركم على حسن المتابعة، نتلاقاو في مباشر آخر. بسلام عليكم.